أيضا الإحسان في العبادات، في قراءة القرآن. القرآن من العبادات العظيمة، قراءة القرآن أيضا تحتاج إلى إحسان، تحتاج إلى إتقان في قراءة القرآن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. تكون الإحسان بتلاوة القرآن أولا بتلاوته على طهارة، باختيار أفضل الأوقات لا فضل الأوقات. هناك من لا يقرأ القرآن إلا في بعض أوقات معينة، لكن اختيار الأوقات الأفضل هي من الإحسان، كما يعني من الأوقات التي تناسب قراءة القرآن وقت السحر قبل الفجر وبعد الفجر بعد الصلوات مثلا، فهذه من الأوقات التي تكون فيها إحسان في قراءة القرآن، لأن النفس تكون منشرحة وتكون مقبلة أكثر على تدبر آيات القرآن. من الإحسان في قراءة القرآن تدبر الآيات والاجتهاد قدر الإمكان في فهم معانيها، لا أن يقرأ آيات لا يفهم معانيها. ولذلك أن نقترح في من يقرأ القرآن أن يقرأ على مسارين متوازيين. المسار الأول يقرأ القراءة المجردة التي نقرأها، يقرأها معظم الناس، وهي أن يقرأ الآيات حتى لو كان لا يفهم معناها، ولكن طبعا مع محاولته التدبر. هناك أيضا يقرأ قراءة أخرى في أوقات أخرى، ختمة أخرى، ولكن مع فهم معاني الآيات. ممكن يستعين ببعض المصاحف التي فيها شرح الآيات في الهامش، كتفسير الجلالين مثلا أو أي كتاب آخر، يعني شرح مختصر معاني الكلمات ومعاني الآيات، لأنه تمر علينا كلمات كثيرة لا نعرف معناها، فيستعين ما معنى هذه الكلمة، ما معنى هذه الآية، ما سبب نزول هذه الآية، فيسير في هذان المسارين، في هذين المسارين المتوازيين. نعم، المسار الأول يكون سريعا، قد يختم المصحف مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات خلال شهر رمضان، وفي المسار الآخر قد يقرأ جزءا واحدا فقط في شهر رمضان بأكمله، ولكن يتابع بعد ذلك، فيكون هذا من المفيد في قراءة القرآن. أيضا قراءة القرآن من الإحسان أن يقرأها، أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ولكي يقرأ القرآن قراءة صحيحة عليه أن يحضر حلقات تلاوة القرآن، لأنه إذا قرأ آية كلمة خطأ نبه عليه، ليست هكذا تقرأ هكذا، بينما لو كان يقرأ لوحده سيخطئ ويخطئ ويخطئ وهو لا يعرف أنه يخطئ. وهناك أيضا من الأخطاء ما فيها تغيير جذري للمعنى. مثلا سمعت قبل سنوات أحد يقرأ في سورة مريم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. ما الخطأ هنا؟ قال الكلمات هي لكن هناك حركة، قال وقد بلغت، كان عليه أن يقول وقد بلغت. ما الذي تغير في المعنى؟ أن زكريا عليه السلام هنا لا يتحدث عن نفسه، بل يتحدث ينسب الخطاب إلى الله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول والعياذ بالله بأن الله سبحانه بأنك يا الله قد بلغت من الكبر عتية، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. انظروا كيف تغير المعنى، هذا الخطأ التغيير الكبير والخطأ الفاحش، لمجرد أنه أبدل مكان الضمة فتحة، لأن التاء المضمومة هي للمتكلم والتاء المفتوحة تكون للمخاطب. وهذا وقد يحدث العكس، من يقرأ سورة الفاتحة سيقول بدل من أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يتحدث كأنه هو الذي قد أنعم عليهم. وهذه من الأخطاء التي تخل بصحة الصلاة لو جاء بها في الصلاة، لأنه قد تغير المعنى تغيرا جذريا. فينتبه لمثل هذه الأمور، فأن يقرأ على معلم وأن يقرأ قراءة جماعية فيها تنبيه لمثل هذه الأخطاء. وأيضا من الأمور المهمة التي يراعيها من يقرأ القرآن، وهي أيضا من الإحسان في تلاوة القرآن، أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد. أحكام التجويد ليست أمرا يعني زائدا، وليست من الزينة التي تزين القراءة، هي من ضمن القراءة الصحيحة أن يقرأها بأحكام التجويد، يراعي الغنة ويراعي التفخيم والترقيق والمدود، متى يمد بمدا طبيعيا، متى يمد بأربع حركات، متى يمد بست حركات، فيكون يراعي كل هذه الأحكام التجويدية ويجتهد في تعلمها. نعم، قد يجد المرء في أول الأمر صعوبة في ذلك، خاصة من لم يعتد على هذا. الصغار طبعا لهم قابلية في تعلم هذه الأمور أكثر من الكبار، لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم
بأن يكون القرآن أول ما يتعلمه الإنسان. ولكن لا نقول كما قيل في المثل بعد ما شاب راح الكتاب، لا، حتى لو شاب يروح الكتاب ما مشكلة، فحتى لو بلغ من الكبر عتية ليجتهد في تعلم أحكام التجويد وفي إتقانها، وحتى لو وجد في ذلك صعوبة يجتهد، وما دام يجتهد فهذا هو الإحسان، ما دام يجتهد وله الأجر بمقدار اجتهاده، كما جاء في عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يقرأ القرآن فهو مع كرام البررة، ومن يقرأه وهو عليه يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، فيكون الأجر في حقه مضاعفا ما دام يجتهد في ذلك، لا أن يستحي فيقول أستحي أن أقرأ أمام الناس وأخطئ، لا، هذه ليست من الأمور التي فيها الحياء، ولكن ليجتهد الإنسان وما دام محسنا ومجتهدا فأجره عند الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يبلغ المقدار المطلوب أو لم يبلغ مرحلة الكمال.